آلية تتوزع بين سيارات إسعاف وشاحنات النفايات وحافلات النقل المدرسي، جرى توزيعها لفائدة الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء سطات بقيمة إجمالية تقدر بما يفوق 66 مليون درهم. العملية تندرج في سياق سعي مجلس الجهة لتعزيز المنظومة الصحية والنهوض بقطاع التعليم ومحاربة الهدر المدرسي وتحقيق التضامن المجالي. اليوم هذا الحدث كيبين باللي اليوم عندنا استراتيجية متكاملة متعددة الأطراف، الجميع يساهم فيها بغض النظر على أي اعتبار ما، وكان نحقق كنهنيو أنفسنا عليها، وكان كنظن أننا بهذه العملية كذلك بهذه المقاربة المتكاملة نجد نفسنا في صلب اهتمامات صاحب الجلالة اللي ذكر بها في آخر خطاب اللي يجب أن نتجند جميعا ونغير مقاربتنا للحد الحقيقي من الإشكالية ديال الفوارق المجالية. توزيع هذه الآليات يعد عملية نوعية بالنظر إلى الغلاف المالي الذي خصص لها، وكذا عدد الآليات التي بلغ عددها 49 سيارة إسعاف و58 حافلة للنقل المدرسي و40 شاحنة لنقل النفايات. كنظن أن بهذا التوزيع هذا غنكونوا تقريبا غطينا النقص اللي كان حاصل على مستوى الجهة، وبالتالي هو مكمل لما يقوم به فاعلون آخرون سواء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو المجالس الإقليمية أو الجماعات الترابية المعنية بشكل مباشر، وهذا كنظن خطوة غادي يبان الأثر الإيجابي ديالها. مبادرة ستساهم لا محالة في فك العزلة على المجال القروي بهذه الجهة، كما أنها ستخلف أثرا إيجابيا مباشرا على الساكنة وكذا الحد من الخصاص الذي تعانيه فيما يخص الخدمات الأساسية.